الله غادا، فاعلم أيها الأمم والهزيم لأن الله غادا. اسمعوا إلى أقصى الأرض لأن الله معنا. أيها الأقوياء انهزموا لأن الله معنا. لأنكم وإن قويتم أيضا ستغلبون لأن الله معنا. وأي مشورة عقدتم يبددها الرب لأن الله معنا. وأي قول قلتموه لا يثبت فيكم لأن الله معنا. يا رب القوات كن معنا، فليس لنا في الضيقة معين سواك. يا رب القوات ارحمنا. سبحوا الله في قدسه، سبحوا في جلد قوته. يا رب القوات كن معنا، فليس لنا في الضيقات معين سواك. يا رب القوات ارحمنا. سبحوه لأجل جبروته، سبحوه بحسب كثرة عظمته. يا رب القوات كن معنا، فليس لنا في الضيقات معين سواك. يا رب القوات ارحمنا. سبحوا بصوت البوق، سبحوا بالكنارة والقيثارة. يا رب القوات كن معنا، فليس لنا في الضيقات معين سواك. يا رب القوات ارحمنا. سبحوه بالدف ونشيد الطرب، سبحوه بالأوتار. يا رب القوات كن معنا، فليس لنا في الضيقات معين سواك. يا رب القوات ارحمنا. سبحوا بصنوج الرنانة، سبحوا بصنوج الثليل. كلنا سما فلتسبح الرب. يا رب القوات كن معنا، فليس لنا في الضيقات معين سواك. يا رب القوات ارحمنا. سبحوا الله في قدسه، سبحوه في جلد قوته. يا
Oh.
في عينيها لدى المولود منها قائلين أشفق على نفوسنا أيها المسيح الإله
Yeah.
القيامة هي تحرير للبشرية من الخطيئة، فقد واجه يسوع الشيطان وحطمه وخلص البشرية فأقامنا معه وزرع في الإنسان طاقة القيامة وقوة الحياة التي لا يهزمها موت الخطيئة. في القيامة نتحرر من عقدة الخوف من الخطيئة، لأن المسيح أبطل الخطيئة بموته على الصليب، وبقيامته أبطل عز الموت وأعطانا بالإيمان شركة حياة في جسده ودمه، أن نستمتع بقوة قيامته مانحاً إيانا طاقة متجددة. إن اختبار القيامة في حياتنا يعطينا حياة السلام والفرح بدلاً من القلق والاضطراب، لأننا نلقي بهمومنا بثقة على الرب يسوع الذي بذل ذاته لأجلنا وهو يعولنا ويهتم. ففي القيامة تحررنا من الاهتمام بالغد
ونثق بأننا حينما نتوب توبة صادقة عن خطايانا فسوف يغفرها لنا المسيح الذي أحبنا، وهكذا نحيا في ملء التسليم، فلا أهتم بالغد بل ألقي حياتي في حضن الآب يسوع. اليوم يوم القيامة فلنتفاخر أيها الشعوب، فالفصح فصح الرب، لأن المسيح إلهنا قد أجازنا من الموت إلى الحياة ومن الأرض إلى السماء. نحن المرنمين نشيد بانتصار، المجد لقيامتك المقدسة يا كالبرق بنور القيامة الذي لا يدنى منه، ونسمعه قائلا صريحا افرحوا، ونحن مرنمون نشيدا للانتصار. المجد للآب والابن والروح القدوس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين. لتفرح السماوات بحق ولتبتهج الأرض وليعيد العالم سرور الأبدية قد قام. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. المسيح قام من بين الأموات الحياة للذين في القبور. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. لقد قام يسوع القبر كما سبق فقام، ومنحنا الحياة الأبدية. وعظيم الرحمن. أي
قد ليقوم الله ويتبدد جميع أعدائي وليهرب مبغضوه من أمام وجهه. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. يبيد كما يبيد الدخان وكما يذوب الشمع من أمام وجه النار. كريستوس أنستي هيك نكرون ثاناتون ثاناتون باتيسات كيتي سندسني ماسي زوي خارصامنوس. كذلك تلك الخطا من امام وجه الله وليفرح الصديقون مسرورين. المسيح قام من بين الاموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة فلنتهلل به. كريستوس أنستي هيك نكرون ثاناتون ثاناتون باتيسا كيتي سندسني ماسي زوي خارصا منوس. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة لله.
تشدد وتشجع، لا تخف ولا ترتعب، لأن الرب الإله إلهي معك، لا يخذلك ولا يتركك حتى تكمل كل عمل خدمة في بيت الرب. بعد مرور 3 سنوات على تأسيس هذه الجوقة التي خدمت بروح العطاء والتواضع الكنيسة، وأنمت في قلوب شبابنا تراثنا البيزنطي، وعززت روح الوحدة والمحبة بين رعايانا، أفراداً كانوا منذ تأسيسها وأعضاء جدد انضموا إلى هذه المنظومة الرائعة، نصلي لأجلهم ونقدم لهم جزيل الشكر والمحبة لسخائهم في خدمتهم، كما نقدم الشكر الجزيل لسيادة المطران كير جوزيف جبارة كلية الوقار، قدس الآباء الأجلاء والأخوات الراهبات، وجميع الداعمين لهذه الأمسية المباركة، فضائية نورسات الراعي الإعلامي، كما نشكر السيد سفيان الذي تبرع بالصليب المزين، ونشكر حضوركم الكريم وتواجدكم دائما بيننا. سيدنا ورئيسا كهنتنا احفظه يا رب لسنين كثيرة، يا سيد لسنين كثيرة، يا سيد لسنين كثيرة، لابد من كلمة صغيرة. أولاً كلمة شكر لأبونا عماد، للخورس كل واحد باسمه، حتى لو ما سمينا الجميع ولكن كل واحد باسمه، على هذه الأمسية الرائعة اللي عيشونا إياها. أنه كل مرة الإنسان بيشارك أو بيسمع هذه الترانيم الجميلة، خصوصاً الأسبوع العظيم المقدس اللي ما ندخل فيه الأسبوع القادم، ابتداء من يوم الاثنين بعد الشعانين حتى يوم القيامة، بالفعل هذا الأسبوع هو أسبوع حافل، وهو أسبوع الأسابيع كلها سوا، لأنه من خلاله منعيش هذه المراحل المهمة اللي عاشها السيد المسيح بحياته، لمن سمر عندما أسلم إلى الموت، وعندما رفع على الخشبة، وعندما تألم وقبر، ولكنه قام في اليوم الثالث. هذا الاختبار كل مرة منعيشه بحياتنا، نختبر نحن أيضا الموت والقيامة، وكل مسيرة الصوم اللي منعيشها الغاية تبعها هي هذا الأسبوع، الأسبوع العظيم المقدس اللي مندخل فيه مع آلام السيد المسيح ومع موته وقيامته. بتمنى للجميع أسبوع عظيم مقدس، نقدر بالفعل نعيش هذه اللحظات مع السيد اللي ضحى بحياته من أجل كل واحد وكل وحدة منا. أحبني، بقول القديس بولس، وبذل نفسه عني، ذكروا هالكلمة خلال الأسبوع القادم، أحبني، أحبني بالمفرد، مش أحبنا بالجمع، يعني أحبني إلي شخصياً، أنا جوزيف، أنا ماري، أنا بسام، أنا غازي، أنا كلكم، كل واحد منكم. بولس قال هالجملة الحلوة، أحبني وبذل نفسه عني. بتمنى للجميع أسبوع عظيم مقدس وقيامي مجيدي، وكل عام وأنتوا بألف خير. شكر مجدد للخورس واللي أبونا عماد ولكل الذين تعبوا في تحضير هذه الأمسية المقدسة. كل عام وأنتم بخير.